كفيني مرة. صدق المصريين أمثال، يعني المثل اللي ينطبق على يوسف ولطيفة يدي حلق للي ما له دان. ايش تبي انت؟ من الخليج إلى المحروسة، أبويا أنا أحب مصر. شباب أتت بهم الرغبة في العلم، لكن الحب أخذهم لطرق متفرقة. أنا ولد عائلة كبيرة ومعروفة وتخليت عن ربعي عشانك، فكان الدفعة قلبك علي؟ سافر رد أنت وياها لديرك. غير أي دفعة. هذا صوت صاحبك اللي مدخل نفسه بالسياسة، أخذ. دفعة القاهرة على الـ NBC1. رمضان يجمعنا.